السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. كما غتشوفوا معنا الرحمة مازال في قلوب المغاربة. هادو جيران ديال واحد السيدة اللي مريضة بمرض خبيث، مرض السرطان، حي شعبي، حي لابطة في مدينة فاس. هاد السيدة مسكينة بعد ما نخر اللحم ديالها السرطان، الجيران ديالها كيناش دور محسنين، لكن هي ما قداش تهضر. الجيران ديالها كيناش دور محسنين، كيناش دو وزير الصحة. حنا بدورنا كناش دو وزير الصحة، المسؤولين هنا في مدينة فاس على المديرية الجهوية للصحة ولا أي طبيب أي جمعية، مغاربة الداخل مغاربة الخارج اللي قدوا يشوفوا من حالة هاد السيدة ينقدوها. هاد السيدة مسكينة كتشوفوا معنا حاليا مقعدة على كرسي متحرك، كتمشي للطبيب، الحالة حالة الله حي شعبي. كتعرفوا الوضع ديال الناس الشعبيين، حرام كافيين مع البطاطا ومطيشة والكرة والعيد والعواشر على الأبواب، ما لبالك كنشوفوا مركز الكشف بالأشعة، سكانيرات، مجموعة ديال المطالب اللي كيطلبوا لها في الطبيب باش يكشفوا على الحالة ديالها. هادو الجيران ديالها كما كتشوفوا راه باين على المحية ديالهم ولا على الوجه ديالهم كيفاش كيتعاطفوا مع هاد السيدة هادي اللي كتقاوم المرض وكتطلب من المغاربة يبارطاجيو معاها ويعاونوها في هاد الأيام ديال العواشر. نخليكم متابعينا مع واحد من الشباب، وحنا دائما كنقولوا أن الشباب ديال هاد البلاد هما زبدة المجتمع، هما اللي كيقوم عليهم المجتمع. واحد اللي كيعاون هاد السيدة شاب، أجي معايا أخويا لهنا، أجي معايا. السلام عليكم أخويا، وخا تحني حداها شوية أخويا. السلام عليكم أخويا، وخا أخويا أنت الجار ديال هاد السيدة. واخا خويا كنشوفو الدموع في عينيك، الجارة ديالك هاد كيفاش كتعيش بكينا الحالة ديالك؟ كتعاونوها مسكينة، كتمشي للطبيب واخا انت شاب من الشباب ديال الحي، يعني كنعرفوا ان العيالات هما اللي كيعاونوا بعضياتهم، ولكن انت كشاب قالوا لنا بلا انت كتوقف معاها انت وهاد الشباب اللي واقفين. واخا شنو النوع هاد المرض اللي عندها مسكين؟ عندها في الثدي ديالها. كتمشي للطبيب شنو تيقولوا لها في الطبيب اخويا؟ واخا هاد الحي هذا شنو سميتو اخويا؟ لابطة دار الخميس. كنعرفوا هاد الحي هذا اخويا فيه غير الدراوش، ان الشعبيين هاد الدراوش اللي واقفين هنا كيتضامنوا معاها. واخا خويا حنا على المباشر، الرساله ديالك اللي تبغي تقولها اول حاجه وزير الصحه، ثاني حاجه الناس المسؤولين على الصحه في مدينه فاس، وعاد نجيو للمحسنين. عندها الملف الطبي ديالها، فاش كتشوفوا انتما كجيران هكايا المحسنين اللي داخل المغرب خارج المغرب، شنو تبغي تقول له؟ واخا خويا غنرجع معاك وندخلوا انا وياك بلاتي شويه لوسط الدار ديالها، نشوفوا الدار ديالها. واخا لا حاجه بلاتي نسالي مع الشريفه، انت الجاره ديال هاد السيده ياك، زيدي هبطي شويه لعندي لهنا. لا كيفاش كتحسي وانت كتشوفي الجاره ديالك مسكينه في هذه الحاله؟ شفنا الدرب كله، الحاجه كيبكيو، الدراري صغار، كل شيء مأزمين الحالة ديالها. الجارة ديالكم
كانت مزيانه معاكم في الصحه ديالها. لا لا يوري شي واحد في صحيحته. واخا لالا لالا انت هي الجاره ديالك مسكينه، قلبكم كيتقصح كما قلبنا تقصح حنا كنشوفوها. المغاربه اللي كيشوفوك خارج المغرب داخل المغرب، وزير الصحه، الجمعيات، زيدي عندك الميكرو شي شويه. واخا ما عندهاش وليدات، هذا هو اللي عندها، هذا خوها، حتى هو مريض. واخا لالا واحد السؤال عندكم في هذا الحي، هذا الجمعيات عندكم في هذا الحي، عمر شي جمعيه جات عندها؟ هذوك الناس اللي صوتوا عليهم عمر شي واحد جا طلع عليها؟ واخا لالا شنو تبغي تقولي للناس اللي كيشوفوها في هذه الحاله هذه؟ واخا لالا الله يجازيك بخير، نخليو الجاره ديالها الاخرى، ما غاديش ناخذوا متابعينا بزاف، لان الكلمه اللي تقولها هاد السيده ولا هاد السيده ولا السيد الاخر كلها نشوفوا هاد الجاره ديالها اللي مسكينه شفناها من قبيله وهي كتبكي واقفه من حداها. السلام عليكم اختي. واخا اختي شفنا قبيله وانت مألمه من على الجاره ديالك. شحال هادي باش طاحت هكا؟ الجمعيات اللي كيقول لك كيعاونوا ما بغاوش يجيو عندنا. اتصلتي بجمعيات ما بغاوش هي كي دايره في التعامل ديالها مع الجيران؟ يعني واخا غنبغي نقول انا شي حاجه، انا كنشوف الجيران حتى الشباب هما شباب واقفين كل شيء كيتضامن معاها. الجيران كلها سميت هذا الحي؟ سميت هذه البلاصه اللي حنا فيها لبيطه درب 80. واخا اختي شنو تبغي تقولي لهذوك الجمعيات؟ شي طبيب وزارة الصحة، الناس المسؤولين على الصحة، فاش كتمشي للطبيب شنو تيقولوا له؟ اختي حنا كنعرفوا المغاربة كيتضامنوا بيناتهم، وانتوما خير مثال، انتوما كتضامنوا مع صاحبتكم، كاين مغاربه اللي مسك عليهم الله يقدروا يعاونوا هاد السيده هادي، شنو تبغي تقولي لهم؟ الله يجعلها لهم اعمل الجنه، الله يجازيهم، وشاف من حالتها وتعاون، فيه هو اللي عايش معاها، فيه هو اللي عايش معاها. واخا اختي عطيها الميكرو، زيدي لها الميكرو، خلي يدك هابطه، اختي جميله ياك؟ جميله. بلا ما نحتاجو نقولو لك نسولوك شي حاجه، سؤال واحد اللي نسولك، شنو تبغي تقولي للمسؤولين على الصحه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندها ساعة
كاين الله اختي، كاين الله، كاين الله وكاين المغاربه وكاين هاد الجيران ديالكم ساكن. اختي جميله الله يصبرك، متابعينا كما شفتوا معنا هادو الجيران والجارات ديالها. شوفوا معنا شباب، مجموعه ديال الشباب اللي واقفين، ما غناخذوش كاع الشباب، غندخلوا للدار ديالها لداخل. واخا اختي اجي معايا اخويا، اجي معايا نشوفوا الدار ديالها مسكينه اللي كتعيش فيها باش نقولوا لكم. هادشي هكا حوايجها، لا ما جمعناش حنا هادشي، راه ما كاينش اللي جنبولها اخويا، لا ما خرجناش مسكينه، السيده مسكينه غير كاينه. واخا خويا، واخا خويا قلت، قالت لي، قال لي هاد السيد هذا غير كاريه مسكينه. متابعينا كنعتذروا على انقطاع الصبي في الانترنت، معنا شاب اخر من الجيران ديال هاد السيده اللي غادي يعطينا واحد الكلمه. واخا خويا انت الجار ديال هاد السيده ياك، زيد عندك اخويا شويه، عام ما خلصتش الكرة. شفنا لا حول ولا قوة، شفنا اخويا هاد السيدة اللي هضر كيبكي، هاد السيدة كانت جارتكم. دخلت وشفت يعني شويه الصبي في الانترنت، واخا خويا الله يجازيك بخير اخويا، اجي معايا اخويا. متابعينا معنا شاب اخر اللي باش نختموا ان شاء الله بحول الله. واخا خويا انت من الجيران ديال هاد السيده ياك، واخا خويا شفنا هاد السيده هذه المحبة ديال الله سبحانه وتعالى زرعها في الجيران ديالها كامل، كامل كيبغيوها، والله فاش كيبغي شي واحد راه كيزرع المحبة ديالو في القلوب ديال الجيران ديالها. هاد السيدة كلشي كيبكي عليها مسكينة، الرسالة ديالك اللي تبغي توجهها للمسؤولين على الصحة، باش ما نزيدوش عاد نقولوا شي حاجة، مسؤولين على الصحة، لأن الصحة حق دستوري، كل واحد في هاد البلاد عنده حق في الصحة، عنده حق في السكن، عنده حق في التعليم. حنا دابا هاد السيدة عندها باغا تطالب بالصحة، شنو بغيو تبغي تقول للناس ديال الصحه؟ واخا خويا حنا دائما كنمشيو كنصورو حالات، دائما كنبقاو كنطلبوا المحسنين المحسنين المحسنين، حين ان عندنا حكومه، عندنا وزاره الصحه، عندنا مستشفيات، عندنا فلوس كتصرف على جمعيات، هذوك الجمعيات كيقول لك كيديروا اعمال، هاد الاعمال ما كنشوفوهمش، هذه اولى بانها تستافد من داك الاعمال اللي كيديروا الجمعيات. لا لا شوف هذا ماشي حساب، حنا كنهضروا هذا الواقع، ما نذكروش السميه ديالها. لا داعي لذكرها، برلمانيه هو المركز النسوي قريب لينا هنايا، ما بعيدش حتى كيلومتر، وللاسف حنا ما تنبهناش هذا برايا، يعني هذا المركز النسوي يمكن هذا حل المشكل خمسه مشاكل، للاسف ما عندنا حتى واحد، غير حنا فقط ساكنين في الحي. واخا خويا الرسالة اللي تبغي توجه للمحسنين، واخا شكرا اخويا بارك الله فيك. نمشيو عند جميلة ككلمة أخيرة. جميلة اختي الله يشافيك ويعافيك.
الله يشافيك ويعافيك اختي جميله، حافظ الرقم ديال التليفون ديالك، قولي لي الرقم ديال التليفون. عاوديها اختي. واخا اختي جميله الله يدير شي تاويد الخير متابعينا. كما شفتوا معنا هذا هو الواقع اللي كتعيشوا هذه السيده في الحي ديال لابيطه، اللي يقدر يعاونها ولا اللي ما يقدرش يعاونها يبارطاجي معاها، بارطاجي معاها توصل للطبيب، توصل للجمعيه، سواء جمعيه داخل المغرب او خارج المغرب اللي يقدر يعاونها. تحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.